هذا يوم من أيام لواء الكورة بامتياز. نحن هنا في أسفل منطقة وادي الريان في لواء الكورة، وفي هذا اليوم الماطر نرى تدفق المياه باتجاه الأغوار، وتذهب هذه الكميات من المياه التي نحتاج لها بشكل كبير، تذهب سدى إلى أن تصل ربما نهر الأردن. وكم نتمنى لو أن هنالك في نهاية هذا الوادي سد ولو صغير لحجز هذه المياه من أجل إعادة استخدامها في احتياجات المزارعين والفلاحين في هذه المنطقة لسقاية حيواناتهم وري أراضيهم. هذه المناطق الرائعة الجميلة في لواء الكورة شيء نفتخر به في هذا